انا بابا الله يرحمه كان واحد المره جبت السردين برك باش نشويه، كانت عند واحد جردينه باش نشوي السردين برك، هذا ما كان. هذه نحكي لكم حكايه باش تشوفوا يعني الناس تاع بكري والشيخ قاري قران ويعرف الدين مليح. انا جيت باش نشوي بورتون في الجردينه دخل الدار، قال لي واش راك دير؟ قلت له راح نشوي شويه سردين باش ناكلو، جبت سردين ناكلو كذا. قال لي ابدا ما بدا نشوي هنايا وشمو جاري ماكلاش، لازم الا شويتو لازم جاري ياكل. هذا هو المسلم الحقيقي، ونتمناو ان شاء الله باذن الله ان شاء الله اخواننا المسلمين يفكروا هذا الشيء، ونفكروا ثاني شيء واحد اخر الدعاء لاخواننا، دعاء مقبول في رمضان وخاصه ليله القدر، وكله شهر رمضان كله مقبول بالدعاء لانه الانسان صائم، دعوة مقبولة عند الله ترفع الأعمال وترفع ويجعل ربي القبول. وندعيو لإخواننا في فلسطين ما نساهمش، راهم جيعانين أكثر ما احنا، راهم جيعانين بزاف، ندعيو لهم ربي سبحانه باش يدخلهم المساعدات بإذن الله رب العالمين، ونتمناو الخير ونتمناو النصر لفلسطين إن شاء الله، وإخواننا في فلسطين ينتصروا إن شاء الله. والصبر الصبر الصبر الصبر، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، اصبروا يا إخواننا في فلسطين. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.